خليني اروح لخبر انا شايفاه من الاخبار اللطيفه جدا واللي اتكلمنا عليها كتير جدا في التاسعه. بدا النهارده عرض اولى حلقات برنامج كابتيانو، وجاي من كابتن اكيد، كابتيانو مصر، وهو اول برنامج مصري من نوعه. ايه البرنامج ده؟ البرنامج ده بيكتشف مواهب في عالم كرة القدم، والحقيقة بيعد البرنامج ده اللي اطلقته طبعا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة احد المشاريع الهامة اللي الحقيقة الدولة المصرية بتحاول ان هي كمان تهتم بيها، ومن اجل الكشف عن المواهب الكروية خاصة انها تدعمها، في ظل طبعا ده دعم كبير جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضه وكل المجالات المختلفه اللي بيحاول يدعم فيها اي ناس عندها مواهب او عندها يعني اشياء نقدر ان احنا نساعدهم فيها. البرنامج ده تحديدا زي ما انتم في الصوره شايفين الشباب الصغير لف محافظات مصر كلها عشان يكتشف الولاد والشباب هتلاقي عندهم موهبة، وموهبة جميلة جدا. واحنا عارفين ان كرة القدم المصرية، اقول لكم ايه، فاكرين الكرة الشراب بتاعت زمان؟ يعني يمكن ما بقتش موجودة في الاحياء الحالية، لكن في القدم كانت موجودة، وكتير جدا من لاعبي الكرة المصرية بدأوا من الشوارع المصرية أو الساحات الرياضية اللي كانت موجودة في الأحياء المصرية، وكانوا الحقيقة أسماء كبيرة جدا. يمكن عندنا فيلم أو فيلمين كمان اتكلموا عن الكرة الشراب، منهم فيلم الحريف فنان الكبير عادل إمام، وأيضا فنان نور الشريف عمل غريب في بيتي، وغيرهم من الأفلام اللي كانت بتاخد موضوع الكرة والاحتراف. الصورة زي ما أنتم شايفين شباب محترفين عندهم موهبة حلوة هيطلعوا في كابتيانو، وهيبقى في فرصة إن احنا نشوف شباب ويقدروا ينموا الموهبة ويشوفوا ويبقى عندهم بقى يعني حد مهتم بيهم، يبقى عندهم حد بيبص على الموهبة، حد كمان بياخد بإيديهم، هيبقى في تدريب، هيبقى في رعاية، هيبقى في اهتمام، وأكيد ممكن يطلع من الموهوبين دول زي ما احنا عندنا كده محمد صلاح طبعا فخر مصر والعرب كله، يبقى عندنا أكتر من محمد صلاح ونشوف المواهب المصرية تاخد حقها وتاخد مكانها. وده الحقيقة من الحاجات اللي أنا سعيدة بيها جدا. وزي ما أنتم عارفين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي كمان مهتمة جدا بالمواهب بشكل كبير، وهنبدأ بمواهب الكورة وإن شاء الله نقدر نكتشف مواهب كتير. مصر ولادة، يعني فيها مواهب عظيمة، وكل ما هيبقى عندنا فرصة إن احنا نقدم المواهب دي هيبقى بجد حاجة حلوة، ونشوف ناس نقدر نقدر مواهبهم ونساعدهم كمان على تنمية المواهب دي.